حش لي بيتكم. فما برشا ناس يبدو متعدين في خرجات هكاية، وخاصة كي يبدو يقضي في شهور يهبطوا للبلاد السوريين كلو احنا. بش يتعداو على ساحة، على نهج، فيه ساحة وملحق ساحتي. ساحة منهم تلفت الانتباه على خاطر فيها شجرات كبار قد ما وليها من نوع الكاوتشو. يغزروا لهم مخصص بعد ما البلدية مشكورة توا عام ولا أكثر شوية عاودت عملت ترميمات ونظفت وفرشة البكان وزينته وكذا. فما نعرفش تسألوا على الشجرات هذوك، وخاصة أن بجنبهم فما قبيبة صغيرة محليها فيها شبابك بالفخ فغجية ما زينش لمنهم تشغل ملو قوة. شنية الساحة هذية وشنية حكايتها واسمها؟ الساحة هذية تتسمى بلاس دلاموني، أغلب الناس يسموها كيكا، لكن الساحة هذية في القديم كان اسمها بلاس غاريبالدي. أي غاريبالدي، غاريبالدي متاع طليان لونيفيكاتور دلتالي جوزيبي غاريبالدي. غاريبالدي علاش؟ على خاطر ما تعرفوا سي غاريبالدي هذا جانا لتونس يا سيدي، ما هو هارب العزاء وقتها، هو كان سارق متاع حصنية الحق متاع عربي قبل ما يولي مناضل. قال الراجل كونت غافور، كونت كافور وزير الأول متاع ملك بيمون اللي حبي يوحد إيطاليا، كان حاجته بغا أرمي. حد قال راجل ينجم صيح رقعة نقوله وإحنا حشاكم، هو كونت ما ينجمش يعمل الأعمال هذه. فعيت الغاريبالدي قالوا أنت مش تقود الجيوش وتعمل كذا. ونسب بعد ما اتلحت المملكة في إيطاليا نسب التوحيد إيطاليا للغاريبالدي، بينما لا تيت بانسان هو الكونت كافور. ما عليناش هذه حكاياتهم طلين، اش دخلني فيهم أنا بيناتهم، حاجة تخصهم قالت أمي يرحمها. أما المفيد هنا أنه الساحة هذيك تسمات غاريبالدي مش على خاطر هو جاء هنا بركة، ليه، على خاطر الساحة هذيك كانت كلها طلين. ريتوك البلاصات الدايرين سايرين بالساحة هذيك والنهج كله كان الكل طلي، الكل طلي، فسميوها بياتسا غاريبالدي. عملها ليهم كيفاش؟ وكل الشجرات هذوكم مزروعين غاديك من قديم الزمان. الساحة الأخرى اللي وصل لها نهج على الزواغي هذيك يا سيدي اسمها بلاس إسغايليت، التوانسة سميها بطحة البير، خاطر فيها بير هكا مسدود لتوا البقعة نتاعو، كانوا بكري يستعملوه العسكر الحريق يملوا منه الماء. قالوا انا ما ريتش بعيني ما نكذبش عليكم، اما نعرفوا بيه. اي علاش بلاس إسغايليت؟ على خاطر فما مكتب طويك هكا فضاء تجاري، هذاك المكتب يقراو فيه الطائفه اليهوديه التونسيه من بسيط، خاطر القليل في حالنا كانوا يقراو في مكتب نهج التريبونال، اما هذاك يقراو فيه الماركانتيه. قال الراجل هي شمنا فيهم. اما على كل حال سميت البطحه باسم عمومه، والبطحه هذيك يا سيدي الثانية اللي فيها البير فيها الإذاعة القديمة، بنيت الإذاعة القديمة لما تأسست الإذاعة في 1938 في تونس، تعملت غادي في المكان هذاك. بينما الساحة الأخرى ساحة الشجرات الكبار كاوتشو هذوكم، الشجرات اللي كما قلنا قبل كانت تسمى ساحة غاريبالدي، هذيك فيها البنية هذيك. سألتوش نهار قلت شنو زعم هالبنية هذه؟ شنية سبتها البنية ذي؟ قبة محلاها وشبابك فوفوجي كما قلنا ومدهونة وتركب الكيف، أما مصلوحة لا طار يطير لا فرنس يسير لا من يدخل لها لا من يخرج منها. شنية سبتها؟ قل لكم هذيك شنية، هذيك محطة الترانفاي. أي سيدي محطة الترانفاي هذيك كان سكت الترانفاي تحلت حتى الغديكة. الترانفاي اللي هو التروليبوس لا طويكة شو يسميه مش طريبيوس البس وقتينا، الترانفاي اللي هو طويكة يسميه المترو الخفيف. أنا نعرف المترو كان تحت القاعة الحق الحق اللي فوق القاعة نسميه ترانفاي اللي خطر عليش يمشي على سكة. أي كانت هذيك بحط ترمينوس، كانت البنية هذيك كانوا من غذيك ياخذوا تسكة ومن غذيك ياخذوا كسيري ووحدة الشر وكلها ما البنية هذيك القبة هذيك اللي في البطحة هي. فبطحة عندها تاريخ وشجرات قدم وعندهم تاريخ وكما قلنا من نوع الكاوتشو، وانا كنت نتمنى ان يحط عليهم الخيمة هكاية يحطوا عليها تاريخ يقولوا على الاقل قديش عمرهم، حتى مجموعة البوتانيك يعرفوا الشجر قديش عمره
ما عادش كيفاش، اما يقيسوا قال لك العقد ولا شنو حاجات ما نفهمهاش، اما يحطوا لنا عمرهم يقولوا لنا عمرهم 200 سنه 300 سنه حاجه هكا حاجه مفيده، ويقولوا لنا منين جاء، خاطر حاجه تهمنا برشا كما اننا نعرفوا التواريخ القديمه زاد نعرفوا تواريخ البوتانيك والجر اللي موجود في البلاد التونسيه. هي هاكا عاد فتكم بالحديث في فم النهج هذايا، في فم المكان هذايا اللي دخل البطحه، فما البنك، البنك المركزي قبل ما ينقل يمشي للشارع الهادي نويره ولا اي شارع نويره تبيك ولا اسمه ذاك البعيد ذاك البنيه الجديده على تحل على شارع محمد الخامس، ما عليناش. اما البنيه ذيك كانت وقتها كانت يا سيدي البنك سنترال، وشكون محافظ البنك سنترال اول ما تعمل في تونس؟ هو سي الهادي نويره الله يرحمه. كي ولا سي الهادي نويره وزير، شكون باش يتسمى في بقعته؟ سماوه يا سيدي سيدي علي الزواوي يرحمه، سي علي الزواوي سماوه المحافظ البنك المركزي. اي مسكين سي علي الزواوي في ماشي الحاج بالعيون القروان عمل لك سيدون عليه رحمه الله وتوفى، هو اون فونكسيون يخدم، هو محافظ البنك المركزي عليه رحمه الله، وكان رجل فاضل ومحبوب سي الحبيب كان يحبه. فيقولوا لي شيخ المدينه وقتها نحى اسم غاريبالدي وحط علي الزواوي. في التقرير نتاعو الشهري عرضوا على الرئيس الدولة التونسية، قال له سيد الرئيس راني بدلت اسم بلاس غاريبالدي وربيتها بلاس علي الزواوي على خاطر سي علي اللي كما قلنا أفضاله كبيرة والله يرحمه كل شيء. فسي الحبيب يقول له أنك في اللي ما عجبتوش برشا الحكاية، قال له فاش قال وكيبوت الهادي نويرة مالاش نسمي له، فهمت؟ وقعدت هذه نادرة يتندروا بها أهل تونس. الحبيب بورقيبة من عام 70 كان يتصور أنه سي الهادي نويرة مش متقبله، وذلك ما كان مش متقبله ويسمي له نهج باسمه عليهم رحمة الله. على كل حال وإحنا حبينا مناسبة مادامنا نمشي ونجيو في الثنية هذية نحكيو على النهج هذية والبطحة هذية وشنية سبب التسمية متاعها. هيا باقيكم بخير.